سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية أولا أود أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لمعالي وكيل الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور عباس شومان على تقديره لدار الإفتاء المصرية وعلى إتاحته الفرصة لنا لكي ننهل من علمه الغزير في هذا الإطار، ولعل فيما ذكره من ضوابط تتعلق بالمفتي وتتعلق بالمستفتي وبمحل الفتوى وبالمصادر التي يستعان بها في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة، كل هذه الضوابط مجتمعة يمكن أن تعالج الفكرة التي قلت سيادتك عنها الآن، وتعالج الظواهر الكثيرة التي تطفو على السطح بين الحين والآخر والتي تقلق في كثير من الأحوال، تقلق أحوال المجتمع وتدعوه وتجعله في غير استقرار. هذا كله إنما يضبط بضوابط الفتوى التي ذكرها معالي الوكيل في هذه المحاضرة.